الافلام لحالات chest cases. الفيلم اللي قدامي ده بوستر انتيرو فيو لفيميل بيشنت عشان البريست شادو ظهر قدامي مش عشان العضل، لان دي حاجه فاريبل. اللي انا شايفه في الفيلم ده بوستر انتيرو فيو بلين اكس راي، مفيش داي، فبقول عليها بلين. بوستر انتيرو عشان ميديال انس اوف كلافكل ات لور ليفل ذان دي لاترال انس. اللي انا شايفه هنا في الفيلم ايه؟ في هوموجينوس اوباستي اوكيوباينج ليفت لور اند ميد بالبوناري زونز و اوبليكليتنج ليفت كوستوفرينك انجل. ما دام الاوباستي قافله الانجل غالبا بقول ده حاله بلورال افيوجن، ده في بلورال امبليكيشن. الابر بوردر علشان اوصف اي اوباستي لازم اشوف الاناتوميكال لوكاليزيشن بتاعتها كويس قوي. تاني حاجه اوصف الاوباستي دي السايز بتاعها، الريليشنز بتاعتها، البوردرز اذا كان ليها بوردر، كومبليكيشنز اذا كانت موجوده، وان يبقى ده عشان اوصف الاوباستي كويس. فانا شايف هنا اهو هوموجينوس اوباستي فين؟ على الليفت سايد اوكيباين الليفت ولور اند ميدل بالموناري زونز، يبقى ده اناتومي. طيب الانجل هنا ايه؟ اوبليتريتد. هذه الاوباستي ميرجنج مع التشيست وول لاترالي ومع الميدياستاينال ستراكشر مع الهارت ميديالي. طب الابر بوردر اخباره ايه؟ هنا ويل ديفايند ابر بوردر. الحاله دي تمشي بلورال افيوجن بس في هنا هو شويه بريكوشنز. الابر بوردر از ويل ديفاين معناه قد يكون هارد فيلم، وده اللي انا شايفه دلوقتي ان ده هارد فيلم، يديني ويل ديفاين ابر بوردر، او اذا كان انسيستد افيوجن لكن دي مش شكل الانسيستد افيوجن. ببص طيب انا وصفت الاوباستي والاناتومي والسايز بتاعها والريليشنز، طب يا ترى تاثيرها ايه على النيبورنج ستراكشرز؟ الميدياستاينم اخباره ايه؟ انا شايف هنا الهارت الى حد ما هواش شيفتد للرايت سايد، ده بالعكس ممكن يكون رايح للليفت سايد شويه. الريبس والانتركوستال سبيسز تقريبا زي اللي على الرايت سايد، يبقى ما هواش هنا سيمبل افيوجن. لو كان سيمبل افيوجن هيديني وايد من الانتركوستال سبيسز، هيبوش الميدياستاينم تو ذا اذر سايد، يبقى محتمل يكون في اندرلاينج ماس معوضه الفلويد لوكاليزيشن او السايز بتاعه، فعشان كده ما عملتش كولابس قوي ولا شفت الميدياستاينم من اذر سايد. في الحاله دي طبعا المفروض ان انا بعمل دايجنوستيك اسبيريشن، بعمل اندر جاتنز اوف سونار، بتاكد اكتر في السي تي، واذا كانت محتاجه برونكوسكوبي بعمل برونكوسكوبي. نشوف فيلم تاني. هات يا طيب الفيلم ده انا شايف فيه ايه؟ ده بلين اكس راي بوست انتيرو فيو تشيست اند هاب. ده اوف هشوف الاوباستي اللي موجود في هوموجينس اوباستي برضه نفس الوضع، اوبليتريتنج ليفت كوست اوف انجل، واخده اللور والميد بالمونري زون على الليفت سايد. لكن البوردر هنا الديفاين بوردر مش قادر اوصفها قوي، فدي برضه ماشيه مع تيريكال بلورال فيوجن، لكن في كراودنج للريبس على الليفت سايد، شيفت للميدياستاينم تو ذا سيم سايد، معناه ان اول ديفيوجن حصل في بروزس ساتش از او كرونيك امبايما، او في اندرلاين ماس تحت هذا الديفيوجن هي اللي عامله شيفت للميدياستاينم تو ذا سيم سايد. نشوف الفيلم ده كده. ده برضه بلين اكس راي تشيست بوستو انتيرو فيو على ليميل بيشنت. اللي انا شايفه ان في هوموجينوس اوباستي على الرايت سايد، رايت باراكارديا في اللور بالمونري. احنا قلنا الزون زاد، ده الابر زون عند السكند ريب، الميدل زون عند الفورس، هو بادئ من تحت الرابع لتحت، يبقى ده لور بالمونري زون. ميرجنج ميديالي مع الكاردياك اوباستي اند لاترالي نوت ريتشنج تو ذا ليفت رايت تشيست وول. السايز بتاعها تقريبا حوالي 7 سم في 5 سم. ميرجنج مع الكيوبولا تحت. طب لو انا قدرت احدد البوردر بتاع الهارت من الاوباستي ديت اللي انا بقول عليه السيلويت ساين. السيلويت ساين لو لقيته موجود البوردر يبقى ده بوستيف سيلويت، معناه ان الليجن ده بوستيريور لوكيتد ورا الهارت. انما لو ما عرفتش احدده يبقى ده ميرجنج مع الهارت، يبقى ده نيجاتيف سيلويت ساين، يبقى ده انتيريور لوكيتد ليجن.
الاوباستي دي موست بروبابلي قد تكون برونكيال كارسينوما في بلاستيك ليجن، او قد تكون كونسوليديشن في السيجمنتس اللي موجوده في الاريا دي، لكن هي موست بروبابلي نيوبلاستيك ليجن. في الحاله دي طبعا بننصح لها بالسي تي، واذا كانت محتاجه بروكوسكوبي بنعمل نظر فيلم. طيب هنا الفيلم ده موريني هو هارد فيلم، لان الانتر فيرتيبرال ديسك سبيسز الى حد ما شايفها من وراء الهارت، لكن في باي لاترال لور زونز هايبر لوسنسي اكتر الى حد ما من الابر زونز. في الحالات دي ممكن تمشي مع الالفا وان تريبسين ديفيشنسي او الكرونيك فورم اوف هايبر سنسيتيفيتي لايتس، لكن انا مش شايف اي ابنورماليتيز ثانيه. طيب نيجي للفيلم ده كده. الكلينكس راي لعيانه في ميل، لان البريست شادو ظاهر هنا عندي. اللي انا شايفه ايه؟ في بايلاترال اوباستيز، هذه الاوباستيز هوموجينس اوباستي اوبليتريتنج البوست كوستوفرينيك انجلز، معناه ان والابر بوردر نوت ويل ديفايند على الناحيتين، ميرجنج لاترالي مع التشست وولز على الناحيتين، وميدالي مع الميدياستينال ستراكشرز مع الهارت. الحاله دي باي لاترال بلورال افيوجن، لكن الملاحظ هنا ان الاريا ديت في الميدل ليفت بالمونري زون اللي هي بين التين والرابع في هيتروجينس اوباستي موجوده، فقد تكون حاجه نيو بلاستيك ليجن. دي نعمل لها سونار ثم سي تي. كاردياك ساينس طبعا مش هقدر احدد. الفيلم ده طبعا نوت ايديال فيلم، باد كواليتي فيلم. العيان سكوليوتيك على الرايت سايد. انا شايف في هنا انتركوستال تيوب موجوده في الفيلم، معناه ان العيان ده كان عنده افيوجن غالبا على الرايت سايد، لان في اوباستي اوبليتريتنج الرايت كوستوفرينيك انجل مش ملاحظ. تاني حاجه ان النتيجه للسكوليوسيس في الى حد ما كراودنج على الرايت سايد. الفيلم ده شايفين فيه ايه؟ انا عندي الليفت كيوبولا مش قادر احددها قوي، لكن قد تكون في الانتريشن الليفت كيوبولا على الليفت سايد. في هنا بلاك جيت اوف اير موجود، قد تكون دايفراجماتيك هيرنيا بس الهستريشن او بتاعت القولون مش باينه قوي، لكن الليفيتد ليفت كيوبولا على الليفت سايد. في الحاله دي لما الاقي الليفيتد ليفت كيوبولا لازم اشوف في حاجه ميدياستاينال ليجن موجود ولا لا، عشان لو كان انفلتريتنج الفرينك هير يبقى حاجه اعمل له باراليسيس والليفيتد كيوبولا ولا لا. هنا مش ظاهر ميدياستاينال ليجنز، لكن لا يستبعد، فلازم ان انا اعمل سي تي للعيان دوت، واعمل له مع السي تي باريم فولو ثرو او باريم ميد او فولو ثرو عشان اشوف اذا كان في دايفراجماتيك هيرنيا ولا لا. وبرده السونار هنا هيفيدني ان انا باسس الموبيلتي اوف ذا دايفرام، والى حد ما اشوف الليفل بتاعه، فيبقى الحاله دي هعمل لها سونار ان سي تي تشيست. طيب الفيلم ده موريني ايه؟ انا شايف فيه هيتروجينس اوباستي على اولا العيان ده سنترلايزد ولا نوت سنترلايزد. العيان رايح على الرايت سايد شويه، ميديال اند اوف ذا كلافيكل على الرايت سايد ابعد من الليفت سايد. طب المتوقع ان التراكيه تروح مع السيم سايد اوف روتيشن، لكن اللي انا شايفه ان التراكيه بالعكس ده رايحه على الليفت سايد.
يبقى العيان روتيتد على الرايت والتراكيه رايحه على الليفت سايد، يبقى اذا في باثولوجي موجود. اللي انا شايفه هنا ان في فعلا هيتروجينوس اوباستي اوكيوباينج الليفت لور بالمونري زون والى حد ما الميدل بالمونري زون، في ريتيكيوليشنز، في سيستيك تشينج موجوده، والاليفيتد ليفت كيبولا شايفين الجاز بابل اوف ذا ستمك. ايه انا شايف الاليفيتد ليفت كيبولا نتيجه للشرينكج اللي حصل اللي ناتج من الفايبروتيك ليجنز اللي موجوده، يبقى عملت لي اليفيشن ليفت كيبولا وشيفتنج للتراكيه والهارت تو ذا سيم سايد. انا بشكر طبعا الدكتوره نجوان لتشريفها والدكتوره هدير والدكتوره اسراء والدكتور محمد حسن لتعاونهم الكبير. يعني الفيلم دوت انا شايف ايه؟ ده فيه هوموجينوس اوباستي اوبليتريتنج رايت كوستو فريمك انجل ميرجنج ميديالي مع الهارت لاترال مع التشست وول، واخده لغايه اللور تايت لور بالمونري اللور والميدل رايت بالمونري زونز. لكن الملفت للانتباه هنا ان الابر بوردر از ويل ديفايند وما هواش رايزنج للاكزيلا، فقد تكون دي انسيستد افيوجن، فلازم اعمل لها التراسونوجرافي وده هيفيدني قوي، وطبعا سي تي ازام كان بعد كده. Another plain X-ray chest postural anterior view ده لميل بيشنت. الملاحظ هنا ان الكاردياك سايز اللارجت، يبقى فيه كارديوميجالي، لكن الفيلم ده اوف باد كواليتي، يعني مش قادر احدد الايبكس اتظهرت فين، لان انا لو لقيت الايبكس عامله اوبتيوس انجل مع الكيبولا يبقى ده ليفت فينتريكولار انلارجمنت، لو شيفتد لاترالي وابورد وعامله اكيوت انجل مع ليفت كيبولا يبقى رايت فينتريكل. طب لو رايت فينتريكل اتوقع ان ممكن يبقى في بالمونري ناقل زايد، هنا مش واضح قوي، لكن كل اللي فيها ان ده انكريست كاردياك سايز، دي انا شايف هيتروجينوس اوباستي اوكيوباينج الليفت بالمونري زونز، قد يكون اول توبيركلس بالمونري ليجنز موجود هنا. نظركم دكتورة هدير بتجيب لكم أفلام صعبة شوية. طيب أنا ما بقراش الفيلم كلاسيك ليه؟ لأن أنا طبعًا قلت في المحاضرة الأولانية إن حضراتكم إزاي بتقروا الفيلم أيدل، فأنا بخش على التارجت على طول. ده باد بلين إكس راي تشيست فيلم، لأنه طبعًا مش جايب اللور سيرفايكال كويس، الدوز بتاعة الإكس راي مش مظبوطة. اللي أنا شايفه هنا في شيفت الميدياستاينم تو ذا ليفت سايد. في اوباسيفيكيشن ليفت سايد اللور زون والميدل ده هوموجينس والابر هيتروجينس، قد يكون الحاله ديت ديسترويد طبعا ليفت لانج وقد يكون معها بلورال افكشن فايبروثوركس، فعمل شيفت للميدياستاينم تو ذا ليفت سايد. الملفت برضو ان هنا في ريتيكولو نودولار اوباستيز موجوده على رايت بالمونري زون، في سبيل اوفر اذا كان يبقى دي ماشيه مع التوبركلوزز الى حد ما. الأنسر اكس راي شيست اند هارت بوسترو انتيرو فيو، انا شايف ايه هنا يا دكتور محمد؟ شايف كومبليت اوباسيفيكيشن للرايت سايد. هل الانجل اوبليتريتد؟ الانجل ما هياش اوبليتريتد مش واضحه، لكن متوقع ان الحاله دي قد تكون ماس كبيره جدا على الرايت سايد وعامله كولابس للرايت لانج. السبيسز اللي انا هبص عليها في كراودنج الى حد ما، في كراودنج للانتركوستال سبيسز عن الليفت سايد. الهارت ما هواش شيفتد قوي لا على الرايت ولا على الليفت. طب انا اشوف التراكيه رايحه فين؟ العيان هنا روتيتد على الرايت سايد ومع ذلك التراكيه شيفتد تو ذا ليفت سايد. التراكيه بلاك جيت بلان اهو اللي واضح، ده رايحة على الليفت سايد عكس الروتيشن، يبقى في باثولوجي موجود، الباثولوجي اللي أنا شايفه على الرايت سايد، يبقى ده سبيس اوكيباينج ليجن زائد الميدياستاينم للأذر سايد. البلورال ديفيوجن كانوت بي اكسكلودد أتول، ماي بي فاوند، لأن الفيلم ده قد يكون هارد فيلم شوية، فما
مش موضح الانجلز الى حد ما. طبعا الحاله دي هطلب لها الترا سونوجرافي هيفيدني اكتر، واذا كانت تحتاج تشيست سيت. هذا الترا هديني فيلم ده صغير قوي بس جميل. اللي انت شايفه هنا يا دكتور محمد ده بلين اكس راي ستاندرد بوست امبيرز بي او، لكن العيان ما هواش ويل سنترلايزد، الليفت انجل ملطوشه مش واضحه، يبقى ده باد كواليتي فيلم. وبعدين هو هارد فيلم لان السبيسز واضحه من ورا الهارد. لكن عموما اللي انا شايفه ان في ديمينيوشن للسايز اوف ذا رايت هيميثوراكس، كراودنج للريبس على الرايت سايد، قد يكون من السكوليوزس، العيان سكوليوتك شويه. لكن في موجود عندي اوباسيفيكيشن على الرايت ابر والميد زون، تو اوباستيز موجودين، المفروض ان انا اوصفهم السايز بتاعهم قد ايه، يعني كل واحده دي 6 في 5 والثانيه 5 في 4، ما هواش ميرجنج مع الهارت ميديالي ولا مع اللاترال تشيست وول، قد يكون نيوبلاستيك ليجنز او متاستاتيك ليجنز، فمحتاجه ري ايفالويشن. فالمفروض ان انا بعمل جود فيلم اولا، واذا كان لاترال فيو، وبعد كده التشيست سي تي. هنا الفيلم ده اللي انا شايف فيه، طبعا انا مش ماشي ايضا وبعلق على الكونيكيل ثم الكيبولا ثم كوستوكرينج انجل ثم اللانج زون ثم الميدياستاينم، لا انا بخش على الحاجات المفيده قوي في الفيلم. ده بلينكس ري تشيست اند هارت بوستر انتيريو فيو. الملاحظ هنا ان في اوباستي موجوده في الليفت ابر والميدل بالمونري زون. هذه الاوباستي فيها بريك داون في الابر زون، ميرجنج لاترالي مع الليفت شيست وول، ميديالي مع الميدياستاينال ستراكشرز. لكن الملحوظ هنا ايه؟ الملحوظ ان البوست كيبولا تقريبا ات ذا سيم ليفل، معناه ان الليفت كيبولا از اليفيتد، فقد يكون هذا الليجن اثر على الليفت فلانك نيرف والى حد ما رفع الليفت كيبولا شويه. لكن لو ليفت باراليسز بلاقي طبعا الليفل بتاعها اعلى من كده ليفت. الملاحظ هنا ان العيان روتيتد على الرايت سايد ميديال اند اوف ذا كلافيكل وايدر على الرايت سايد زي الليفت سايد، ومع ذلك التراكيه الى حد ما سنترا، يبقى اذا معناها في باثولوجيكال شيفت في الليفت سايد اوف ذا تراكيه، يبقى ده قد يكون فايبروتيك ليجنز موجود برضه هو سبب الليفيشن للكيبولا نتيجه لاول توبركلوزس او مع برونكياكتيك تشينجز. انا زعفين طيب العيان ده طبعا ما هواش ايديال فيلم. العيان روتيتد على الليفت سايد، المسافه هنا اوسع والتراكيه الى حد ما رايحه مع الروتيشن. طيب الملاحظ هنا ان في الرايت كيبولا از اليفيتد مور ذان اتس نورمال بوزيشن، وفي همبنج للرايت كيبولا موجوده. الانتر برود ميدياستاينم، قد يكون في ميدياستاينال ليجن واثر على الرايت فرينك نيرف وعامل اليفيشن للرايت كيبولا. اللي انتم شايفينه هنا ابنورمال برضو ان في تيوب موجوده، تيوب شادو موجود، دي قد تكون الرايت تيوب او الفنتوري تيوب، التيوب بتاعت الفنتوري ماسك، يبقى دي برضو لازم اعلق عليها. يبقى العيان ده كان على حاجه اندر اوكشن. هنا انا شايف في الفيلم ده طبعا باد كواليتي فيلم، لكن في كومبليت اوباسيفيكيشن للرايت هيميثوراكس. الملاحظ هنا ايه؟ طب يا ترى ده ليفت ولا رايت؟ احنا هنا مش شايفين الجاز بابلز اوف ذا كيبولا اوف ذا ستومك على ليفت سايد، مش شايفين الاورتيك ولا البارمونري ناكلز ظاهرين قوي،
فايا كان في كومبليت اوباسيفيكيشن للون هيميثوراكس، هو طبعا على الرايت سايد، لكن الملاحظ ان في شيفت اوف ذا ميديستاينال تو ذا سيم سايد. ده مش هيمشي مع التيبيكال بلورال افيوجن، الافيوجن هيزق الميديستاينال للاذر سايد، الا اذا كان لو كرونيك امبايما او فايبروسوراكس حصل بعديها ده مش، او ممكن يبقى في اندرلاين ملاجن انتماس ماس ليجن عامله كومبليت كولابس للرايت لانج وشيفتنج للميديستاينال تو ذا سيم سايد. في الحاله دي طبعا انا بفضل ان انا اعمل تشيست التراسونوجرافي وسي تي، وهنا البرونكوسكوبي هيكون مانداتوري. هيتروجينس اوباستي اوكيوباين البوست بالمونري زونز على البوست ميسوراكس سوراسيس ريتيكولو نودولار سيستيك تشينجز الى حد ما، وقد يكون معاها برونكيتس او برونكيتات تشينجز موجوده او برونكونيومونيا، يعني دي برضو تتحط في الاصدار. الصوره دي حلوه. البلين اكس راي ده شايفين ايه؟ شايفين اير فلويد ليفل على الليفت سايد، الاير فو والويل ديفاين هوريزونتال لاين واللي تحته هوموجينس، يبقى ده في اير فلويد ليفل، يبقى دي حاله هايدرو او بايو نيوموثوراكس، وهتمشي هايدرو نيوموثوراكس اكتر. ليه مش بايو نيوموثوراكس؟ عشان الميديستاينم شيفتد ترو ذا اذر سايد، يبقى ده الليفت والميديستاينم رايح على الرايت. انما لو كان بايو الى حد ما هيشيفت الميديستاينم تو ذا سيم سايد. صعب ان انا اقول عليها لارج لانج ابسس، لان انا عندي هنا الانجل از اوبليتريتد، يبقى ذيس از ا بلورال ليجن. هنا انا شايف هايبر انفليشن اوف بوث لانج زونز، ولكن ملاحظ ان الليفت كيوبولا از اليفيتد هاير ليفل ذان ذا رايت وان. قد يكون ايفنتريشن الليفت كيوبولا، مش شايف اي ريجن في الميديستاينم يعني ابورد شيفتنج للكيوبولا. هنا برضه بلين اكس راي تشيست اند هارت، لكن الملاحظ طبعا ده بيت فيلم العيان نوت ويل سنترلايزد. الملاحظ هنا الكاردياك شادو از سو انلارج، ده في كارديو ميجالي اورتيك ناكل بروميننت، لكن مش قادر احدد يا ترى ليفت فينتريكولار ولا رايت فينتريكولار، عشان ده بيت فيلم مش واضح الايبكس اوف ذا هارت. لو هي ليفت فينتريكولار يبقى الايبكس شيفتد داون ووردز وعامله اوبتيوز انجل مع الكيوبولا، لو رايت فينتركل يبقى لاترالي اند ابورد وتعمل اكيوت انجل مع الكيوبولا. ده في ميل بيشنت نتيجه للبريست شادو موجود اهوت اولد ايج، هلاقي ان في جست اوبليتريشن للرايت كوستوكلينيك انجل في هوموجينس اوباستي وال ديفايند ابر بوردر، ده مينيمال بلورال او موديريت بلورال افيوجن. البرونكو فاسكولار ماركينز ار انكريزد اون بوث سايدز. الملاحظ هنا برضو ان العيان ده نوت ويل سنترلايزد. المفروض ان انا لما بعلق على فيلم بعلق عليه تيبيكال، بشوف الايديال فيلم او جود فيلم ولا باد فيلم من السنتراليتي، من الحاجات اللي احنا قلناها الثانيه. هنا العيان البيشنت روتيتد على الرايت ولا على الليفت، انا شايف ان الى حد ما سنترلايز، لكن التراكيه شيفتد تو ذا رايت سايد، يبقى في باثولوجيكال شيفت للتراكيه على الرايت سايد. طب رايح مع مع الافيوجن، يبقى ده سبب ما هوش سيمبل افيوجن، قد يكون حصل فيه فايبروسيس او حصل انه بقى امبايما الكرونيك امبايما يعمل شيفت للميديستاينم تو ذا سيم سايد. حاجه ثانيه؟ شكرا يا دكتوره هديل. الفيلم ده اللي احنا شايفين فيه ايه؟ ان فيه هيتروجينوس اوباستي اوكيوباينج اول زونز اوف ذا ليفت هيميثوراكس،
with cavitations موجودة، المفروض إن أنا أوصف الكافيتيشن دي قد إيه، بقول مثلا 2 في 3 سنتي multiple cavities ده الـ largest one، و cystic changes موجودة elevation of the left cupola to the same sign، معناه إن حصل fibrotic lesions موجودة، قد تكون ده left side pulmonary tuberculosis و old وعمل fibrosis و shifting للـ cupola upward. الفيلم ده انا شايف فيه رايت باراكاردياك اوباستي، السايز بتاعها حوالي 4 سنتي في 4، نوت ميرجنج مع الكاردياك بوردر، ما هياش عامله افكشن الكيبولا عن طريق الفرينك نيرفز، هذه قد تكون بلاستيك ليجن موجوده، فالمفروض ان انا بعمل العنده سي تي وبعد كده بجهز للبرانكوسكوب. الفيلم ده انا مش شايف فيه حاجه غريبه قوي غير ان الهايبر لوسنسي في الابر زون زي عند اللور زون، ما فيهوش حاجه ذات قيمه. ده باد كواليتي فيلم برضه بس طلع تشيرو بلو في هوموجينس اوباسي بتريت من الليفت كوستوفرينك انجل واحده اللور والميد بالمونري زون، لكن عامله شيفتنج للميديستينم تو ذا اذر سايد، معناه ان دي حالات بلورال افيوجن الابر بوردر ايدنتيفايد، يبقى دي ليفت سايد بلورال افيوجن وشيفت للميديستينم تو ذا اذر سايد. نكتفي بهذا القدر. نكتفي تشست اكسري ليا طبعا باد كواليتي فيلم يا دكتور محمد. اللي انا شايفه ان في تيوب موجوده على الرايت سايد، يبقى الراجل ده مركب انتركوستال تيوب، يا ترى كان الافيوجن ولا نيموثوراكس؟ فهنشوف الانجل، هل الانجل هنا اتيوب كلير؟ مش واضح، مع ان ده كان عنده نيموثوراكس قبل كده ودخل له تيوب وبدات المانج تفرد. ده عيان كان في الاي سي يو، بدليل ان الليدات موجوده، البوزيشن بتاعه ما كانش طبعا مظبوط عشان احكم عليه ايديال فيلم، ان الكاردياك سايز هنا زايد، يعني في برودنينج للميدياستينم، مفيش اني ابنورمالز، لكن اللي انتم شايفينه ان في تيوب راكبه، قد تكون دي بتاعت الاكشن شانل أو الرايت تيوب، أي حاجة غريبة إن أنا المفروض أعلق عليها. هنا بقى العيان دوت شيفتد على الرايت سايد، الميديال إند أوف ذا كلافكل على الرايت سايد أوسع من الليفت سايد من ريجاردنج الميد لاين. طب هنا التراكية رايحة فين؟ رايحة تو ذا سيم سايد أوف روتيشن. طب امتى اقول ان في باثولوجيكال شيفت؟ يعني التركيه رايحه مع السيم سايد اوف روتيشن. لو هي كروسنج الاسترنو كلافيكولار جوينت يبقى ذيس از باثولوجيكال شيفت. لو مش معديه يبقى مع الشيفت اوف روتيشن. احنا مش شايفين هنا في الفيلم ده غير ان انكريز برونكو فاسكولار ماركينج معديه الميديال والميدل لانج زونز، ميديال 1 سيرد او ميديال 2 سيرد، في هنا اليفيشن لليفت كيبولا الى حد ما، في كورجيشن للكيبولا، ممكن يكون العيان ده اصلا اوبستراكتيف وفي اندرلاين بولي موجوده ضغط على الكيبولا. اشكركم شكرا جزيلا على تعاونكم، وانا اكتفي بهذا القدر من الافلام النهارده، وان شاء الله هنكمل الحاجات الانورمال في حلقه قادمه. شكرا.